في المجمل الطعون، في مجمل الطعون هناك 6 قائمات سيقع إرجاعها ويقع التصريح بقبولها نهائيا بطبيعة الحال. معناها كمحصلة هي محصلة جيدة وجيدة جدا بالمقارنة حتى مع الانتخابات السابقة. بطبيعة الحال هناك الاجتهادات خاصة فقه قضائية على مستوى فقه القضاء الإداري في مادة النزاع الإداري، اجتهادات تكرس مبدأ وجود فقه قضاء في مادة النزاعات الانتخابية. لاحظنا كذلك سرعة بالنسبة للسادة قضاة المحكمة الإدارية رغم حداثة بعث الفروع الجهوية للمحاكم الإدارية. كنت أعلنت على الخصوص الجديد، وكونه رئاسة الحكومة أكدت أنها ستحاول توفير هذه المادة. بطبيعة الحال احنا في إطار مجلس الهيئة، مجلس الهيئة له السيادة المطلقة في اتخاذ هذا القرار في التراجع أو في القبول، لأن هناك إجراءات خاصة لاستعماله يتطلب تنقيح للقرار الاقتراعي والفرز. معناها مسألة ترجع لسيادة مجلس الهيئة في اتخاذ القرار المناسب في خصوص هذا الشأن. هناك العدد الكافي إلى حد الآن وقع التمديد، لكن هناك العدد الكافي بطبيعة الحال، لكن هناك نقص طفيف على مستوى بعض البلديات، ليس كل البلديات، لكن بالتمديد الأخير إلى 6 أفريل باش نصلوا إلى العدد المطلوب. ستكون لمدة 7 أيام، 7 أيام لأنه عمل لوجستي كبير كذلك ويتطلب جدية وانتباه كبير، على خاطر هذيك هي الخلاصة متاع العملية الانتخابية.